وصل إلى البلاد مساء أمس معالي السيد أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية الشقيقة في زيارة لمملكة البحرين ضمن جولة له في دول مجلس التعاون. وكان في استقباله في مطار البحرين الدولي سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية وسعادة السفير الدكتور علي حسن الأحمدي سفير الجمهورية اليمنية لدى مملكة البحرين وكبار المسؤولين في الوزارة.